مرحبا بكم مجددا بالدرس الثاني من موضوع الباجينيشن، والآن سنجعل الباجينيشن يعمل فعليا. فبداية دعونا نقوم بإضافة يعني بعض الأمور. ماذا نضيف برأيكم؟ ماذا علينا أن نضيف الآن؟ أعتقد أن حان الوقت حتى نضيف اللينك بشكل جيد. يعني عندما نحن نريد أن نقوم بالنقر على واحد، نريد أن نجعل الصفحة رقم واحد، اثنين الصفحة رقم اثنين. كيف ذلك؟ سنضيف كويري بداخل اليورال هنا يساوي بيج ونعطيها رقم. فكيف ذلك بالنسبة لللينك؟ طبعا مرة أخرى أنا بالباجينيشن كومبوننت، وتحديدا في هذا القسم، في قسم الأرقام الصفحات. فهنا باللينك لينك نيكس جي اس، عادة نحن نضيف href وهكذا string مباشرة، لكن يوجد شيء آخر، أن يمكن بال href أن تكون عبارة عن object. هذه ال object فيها بداية ال path name الذي يجب أن يكون ال العنوان الرئيسي. العنوان الرئيسي لهذه الصفحة، مثلا إذا كانت هذه الصفحة مثلا يساوي articles، يساوي أو slash articles slash مثلا artist، فيجب أن نكتب slash artist. لكن هذه الصفحة هي جذر الموقع، وبالتالي سيكون هي عبارة عن الروت هنا. والقسم الثاني يمكن أن نضيف query، فنحن نريد أن يكون هنا الكويري هو البيج، والبيج فعليا هنا ستكون هي البيج نمبر نفسها، هذا الاي. جيد، فكيف ذلك أو كيف يعمل ذلك؟ فإذن نحفظ ونجرب. لاحظوا هذا أصبح في الصفحة الأعلى هكذا. لا، أنا الآن سأضغط مثلا على 4، لاحظوا أصبح 4. مثلا 5 5، لم أضغط على 5 أنا، 5 5. لكن إذا ضغطت على السابق والتالي يجب أن ينقص واحد، مثلا على السابق ينقص واحد من الصفحة الحالية. فكيف يمكن، عفوا، كيف يمكن أن نقوم بتطبيق ال previous page أو رابط ال previous page؟ فإذا هنا يمكن أن نكتب configure previous مثلا and next page. فإذا هنا نكتب const previous page، سيكون هو يساوي الكرنت بيج ناقص واحد. لكن هذه الكرنت بيج ستأتينا string، فيفضل أن نحولها لانتجر parse int. ونفس الشيء بالنسبة للنكست بيج، أن next page ستكون هي عبارة عن current page plus one. لاحظوا، إذن هل يوجد خطأ؟ نعم يوجد خطأ، والخطأ أن parse int كتبتها بشكل خاطئ. إذن هذه e وهذه e. ممتاز. فإذن الآن بالنسبة لل previous link، فإذن لدينا هنا previous link. بالنسبة لهذا اللينك سنغير أيضا ال href الخاص به هكذا. سنجعل المسار الأساسي جذر الموقع، والكويري سنضيف الكويري هو عبارة عن، سنضيف page previous page. ونفس الشيء بالنسبة لل next هنا، فإذن بالنسبة لل href سنجعلها object، وبالنسبة للمسار الرئيسي سيكون جذر الصفحة، الصفحة التي تطبق عليها الباجينيشن. وبالنسبة للكويري سيكون هنا عبارة عن بيج next page. طيب الكرنت بيج لدينا هي طبعا حددناها بشكل، الكرنت بيج حددناها بشكل يعني hard coded، وضعنا أنها هي اثنين هاي. فإذا الكرنت بيج هي دائما اثنين، فبالتالي هنا بالنسبة الآن الكرنت بيج هي اثنين وليست خمسة فعليا. فإذا قمت بالنقر على السابق لاحظوا سيذهب إلى واحد، لكن إذا قمت بالنقر على التالي سيذهب إلى ثلاثة، يعني اثنين بلس وان ثلاثة. موضوع الكرنت بيج ليس ديناميكي بعد، الآن سنجعله ديناميكي لكن أو دايناميك يعني. أما بالنسبة للموضوع الكرنت بيج، أنا أريد الكرنت بيج أن تكون لديها كلاس active، فيمكن أن أكتب كهكذا، أن أعود لصفحة ال أعود لكومبوننت الباجينيشن، وهنا بالكلاسز أقوم بإضافة هكذا backtick هكذا، أجعل هذا الكلاس عبارة عن variable، وهنا أكتب التالي، أن إذا كانت الكرنت بيج يساوي البيج الحالية، طبعا هذا يجب أن تكون أيضا عبارة عن variable بهذا الشكل. إذا كانت الكرنت بيج تساوي البيج نمبر، فأنا أريد أن
أضيف لها styles هنا، هذا الستايل يكون اسمه، يكون اسمه active. انظروا هكذا. غير ذلك لا أريد أن يظهر أي شيء. فإذا هنا أضفت class الactive هنا، فالآن يجب الاثنين أن تصبح محددة. فإذا هاي الاثنين أصبحت محددة، والسبب أن هي الكرنت بيج الحالية. فإذا ممتاز. أيضا أريد أن أقوم بتعديل الستايل لخصوص البريفيوس. البريفيوس أين هو البريفيوس؟ ها هو. فإذا الكلاس بخصوص البريفيوس أيضا أريد أن أغيره. فإذا هنا سأجعله أيضا باك تيك هكذا، وهنا سنضيف فاريبل. فإذا ستايل ايتم أو بيج ايتم ستبقى كما هي، لكن هنا سنضيف شيء. سنقول إذا كانت الكرنت بيج تساوي واحد فنريد تطبيق styles disabled. لماذا؟ لأن بكل بساطة إذا كانت واحد فلا يوجد صفحة زيرو، فلا نريد الانتقال التي بعدها. فإذا هل كل شيء صحيح؟ يبدو كذلك. نفس الشيء بالنسبة لكلاس بالنسبة للنكست. فإذا هذه هي النكست. فإذا كانت سامسح هذا، إذا كانت فعليا الكرنت بيج هي أكبر فعليا من أو تساوي total pages، فنريد أن نجعلها أيضا disabled. يعني إذا لم يعد هنالك عدد صفحات أخرى فلماذا نضيفها؟ إذا كانت أكبر من total pages فنريد فعليا أن نطبق disabled، غير ذلك لا. عفوا لا يوجد واحد هنا، فإذا كانت أكبر من total pages فأعطيها disabled. ممتاز. فإذا أردت تطبيق ذلك، فهنا سنذهب إلى صفحة الإندكس هنا ونجعل current page تساوي واحد. إذا أصبحت current page تساوي واحد، فنلاحظ disable لا يمكن الانتقال التي بعدها. أما إذا كانت current page تساوي مثلا ستة، فالآن ستصبح التالي disabled. جيد، لا يمكننا أن نقوم بالذهاب للصفحة التالية لأن current page هي ستة. فإذا لهذه اللحظة انتهينا من component الفاجينيشن. نحن قمنا بإنشاء الكومبوننت، بقي أن نزود هذه الكومبوننت بالأشياء الصحيحة، وبالتالي أنا سأقوم بإغلاقها. سأقوم بإغلاق كل شيء يتعلق بالفاجينيشن إلا صفحة الإندكس هنا. هذه الصفحة فعليا أنا أريد أن أزود الفاجينيشن بعدد الصفحات الحقيقي، وأيضا بعدد بالكرنت بيج الصحيحة. الآن دعونا نذهب قليلا لسترابي لنتعلم قليلا عن سترابي. إذا ذهبت لسترابي هنا وذهبت إلى API Recipes، ستظهر لي كل الريسيبيز. طبعا هنا نحن نتفقد الباك أند الخاصة بنا والإمكانيات المتعلقة بالباك أند التي نعمل عليها. في حالتنا نحن نعمل مع سترابي فسنأخذها كمثال. فإذا ذهبت إلى، طبعا سترابي تعطينا هنا في الأعلى Data وتعطينا أيضا Meta. فإذا Data و Meta. فإذا Meta لاحظوا تعطينا Meta خاصة بالpagination، تقول أنت على الصفحة رقم واحد، البيج سايز 25 والبيج كاونت واحد والتوتال 12. وهذا يعني أن أنت لديك 12 عنصر كمجمل total items، أما عدد العناصر في الصفحة أو البيج سايز 25، وبالتالي لديك صفحة واحدة بيج. أنت على الصفحة رقم واحدة والبيج كاونت لديك واحد. ممتاز. فإذا هذا الموضوع باجينيشن مطبق من جهة السرابي. السرابي تقدمه لنا مجاني. لو أنا أردت أن أقوم مرة أخرى، إذا أردت أن أقوم بالباجينيشن على الباك أند، فهذا موضوع إذا كانت الباك أند لا تقدمه، هذا موضوع يجب أنا أن أعمل عليه، أنا كمطور أن أعمل عليه. لكن السرابي تقدمه لي على طبق من فضة، وبالتالي أو طبق من ذهب لا أعرف، بالتالي سنستخدمه كما هو. فكيف سنحصل على الفاجينيشن؟ لاحظوا هنا لو قمت أنا بكتابة كويري، أضفت كويري، طبعا كويري لسترابي بهذا الشكل، وبهذا الكويري كتبت فاجينيشن، وأنا أريد من الفاجينيشن البيج الأولى. لاحظوا، لكن أيضا سأريد من الفاجينيشن أن يكون البيج سايز، طبعا هذه مرة أخرى من إمكانيات سترابي، البيج سايز أنا أريد أن يكون يساوي اثنين. يعني أنا أريد فقط في الصفحة أن تعرض لي عنصرين وتعطيني الصفحة الأولى. فإذا أنت، فإذا لاحظوا سترابي أعادت لي عنصرين وأعادت لي ميتا الفاجينيشن،
التي هي تقول لي أن أنت على الصفحة رقم 1، البيج سايز 2 يعني عنصرين في الصفحة، لديك 6 صفحات وعدد العناصر كل 12، منطقي 12 تقسيم 2 يساوي 6، كلام منطقي. فإذا أردت أن أستفيد من هذا الباجينيشن بنكست جي إس، فيمكن أن أفكر بالنقطة بالشيء التالي، هو أن أنشئ نقطة. طبعا أنا لا أعرف لماذا هنا الباجينيشن كتبتها بشكل خاطئ، لكن استرابي الآن جيد. فإذا أنا لو قمت أنا ب يعني الاستفادة من هذه النقطة، قمت بإنشائها بنكست جي إس وقمت بطلبها، فماذا يعني ذلك؟ فإذا دعوني سأقوم بنسخها كما هي، هكذا سأنسخها كوبي، سأذهب للكود الخاص بي وإلى المكان الذي أقوم بإضافة به النقاط الـ API، API Recipe، ها هو لدي هنا نقطة اسمها Get All، سأنشئ نفس النقطة لكن سأسميها Get All with Pagination، وهنا سأضيف عليها الباجينيشن هكذا التي نسخته قبل قليل من سترابي. فإذا لاحظوا لكن بدون إشارة استفهام. فإذا لدينا هنا إذا قمت بالتصغير هكذا حتى تروا، فإذا لدينا باجينيشن، لاحظوا بيج يساوي 1 وباجينيشن بيج سايز يساوي 2، لكن فعليا أنا أريد هذه الواحد هذه الاثنين أن تكون متغيرة، فيمكن أن أحول هذه النقطة لفانكشن، عفوا أحولها لفانكشن، وهذا الفانكشن يأخذ البيج current page أو البيج المطلوبة requested page، فإذا سنسميها requested page و page size. بالنسبة للبيج المطلوبة هذا، فإذا بدلا من 1 هنا سأضيف متغير هنا سأسميه requested page و أو args يعني، وهنا أيضا بدلا من 2 سأكتب page size. فإذا هذه هي النقطة التي أنشأتها. فإذا دعوني مرة أخرى أريكم. فإذا هذه هي النقطة التي أنشأتها بالـ API الخاصة بي، وهذه النقطة التي أريد أن أطلبها. فبكل بساطة عند طلب هذه النقطة وتزويد هذا وتزويد هذا، يمكن فعليا أن أقوم بماذا؟ بالحصول على الريسيبي المطلوبة. فبكل بساطة نعد إلى حيث كنا، سنجلب get all with pagination هذه النقطة من API Recipe. وهنا بالنسبة لـ Get Server Props، بداية سنحدد الـ Page Size، فإذا Page Size أو Pagination دعونا نقول، فإذا Constant Page Size، هنا سنحدد الـ Page Size، كم تريد عدد العناصر في الصفحة؟ دعونا نقول نريد 3 عناصر أو 4 عناصر، أو Items per Page يعني، نريد 4 عناصر. ما هي الصفحة التي نريدها؟ ما هي؟ فكيف سنعرف requested page؟ فبكل بساطة أنا عندما قمت بإنشاء هذا، إذا ذهبت إلى 1 سيعرض لي صفحة 1، إذا ذهبت إلى 2 سأجد بالـ URL 4 مثلا أو 2 أو إلى آخره. فبالتالي من الـ URL يمكن أن أحصل على الكويري، جيد؟ فكيف أحصل عليه فعليا من get server props؟ فلنتعلم حول هذا الموضوع. بداية get server props يمكن أن تأخذ context، فإذا أخذت هذا context من هنا و console.log context بهذا الشكل وقمت بالتحديث هكذا، الآن سأريكم السيرفر الذي لدي، ها هو، فأين هو؟ ها هو. فإذا context، لاحظوا أنا قمت بالcontext بconsole.log له، لاحظوا context ها هو، لدينا هنا query page for، فيمكن أن أحصل على page 4 من هنا. فبكل بساطة أذهب للكود الخاص بي هنا، أمسح هذه الكونسل وأكتب هنا أن page أو current page تساوي من الكونتكست إذا كان موجود أريد الكويري، ومن الكويري أريد البيج. فإذا الآن لو قمت بconsole.log لcurrent page وعدت إلى هنا، لاحظوا ظهر لي 4. طيب ماذا لو لم أطلب 4، طلبت مثلا 2 مثلا، فيفترض أن يظهر لي 2 وها هو 2. فإذا ممتاز. فإذا الآن أصبح لدي requested page وأصبح لدي ال page size، فيمكن هنا بدلا من طلبي ل get all أطلب get all with pagination وأزودها بال requested page التي هي current page وأزودها بال page size. واضح؟
فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث بهذا الشكل جيد، فمرة أخرى لاحظوا إذا ذهبت إلى واحد ظهرت لي وصف الطعام معدلة، ظهرت لاحظوا ظهرت لي الترتيب لكن بدون يعني without بدون أي نوع من الترتيب. فإذا أردت الترتيب بكل بساطة يمكن أن أذهب إلى هنا وأكتب هنا بعد البيج سايز أكتب هكذا، أكتب sort يساوي updated at descending. فالآن سيتم الترتيب من الأقدم للأحدث، من الأحدث للأقدم عفوا. لاحظوا ها هو، فإذن سيظهر لي 4، وإذا ذهبت لي 2 هكذا ستظهر لي 2، و3 سيظهر لي 3، 4 لن يظهر لي شيء. طب أنت تسأل لماذا أنا لا يوجد يعني لماذا لا يوجد شيء وأنا قمت بالباجينيشن بشكل صحيح؟ السبب أن بكل بساطة أن نحن لم نزود الباجينيشن بالقيم الصحيحة الديناميك، فعلينا أن نزودها هنا. فبالتالي أنا سأرسل هذه القيم مع البروبس الخاصة بالجيت سيرفر، فسأرسل الكرنت بيج وأيضا سأرسل البيج كاونت، لكن مرة أخرى بيج كاونت، سأرسل البيج كاونت لكن مرة أخرى. كيف أحصل على البيج كاونت؟ كيف أعرف عدد الصفحات التي لدي؟ فإذا بكل بساطة نحن عندما قمنا بنظر بسترابي هنا، لاحظوا سترابي تزودنا بالريسبونس بميتا باجينيشن وفيها البيج كاونت، ويمكن أن أحصل عليها من هنا. فبكل بساطة عندما أقوم بالحصول على الريسبونس من سترابي، فإذا هذه هي الريسبونس من سترابي، فأنا أيضا أريد الحصول على الميتا من هنا جيد، ومن هذه الميتا أريد أن أحصل على الباجينيشن يساوي ميتا، ومن الباجينيشن أريد أن أحصل على البيج كاونت. فإذا هذه هي الموضوع، هذه هي القضية، سهلة جدا. فإذا الآن أصبح لدي الكرنت بيج وأصبح لدي البيج كاونت، يمكن أن أقوم أن أحصل عليها من هنا. فإذا const current page وبيج كاونت من early props، وهنا أزود الباجينيشن بالقيم الصحيحة. فإذا التوتال بيجز هي count بيج كاونت، والكرنت بيج هي الكرنت بيج. فإذا الآن يفضل أو يفترض وليس يفضل، يفترض أن كل شيء صحيح. طبعا غير صحيح، لماذا؟ فإذن لنرى. فإذن هنا يقول أن الـ current page is not defined. لماذا ليست defined؟ نعم ليست defined لأنني أنا كتبتها هنا بشكل خاطئ. فإذن الآن يفترض أن تكون defined. فإذن لاحظوا الآن سأعود مرة أخرى للرئيسية هكذا، لا يوجد أي شيء في الأعلى. لاحظوا كانت structure vagination of meta because it's not defined. ولماذا؟ لأن بالبداية نحن لاحظوا بالبداية عندما أنا قمت بأخذ query page من هنا، بالبداية لم أزود أي query page، فماذا ستكون query page؟ فنحن سنعطيها قيمة افتراضية 1. فإذا لم تكن معرفة اجعل البيج يساوي 1. فإذا الآن كل شيء تمام. فإذا هذه هي، والcurrent page هي 1. لاحظوا لا يمكن أن نقر على السابق لأننا قمت بجعله disabled، لكن لاحظوا يمكن فعليا نقر عليه، يعني إذا قمت بالسابق سيصبح سالب 1 سالب 2. أنت عليك أن تتحكم بهذا الموضوع، أن تجد حل لهذا الموضوع. أنا لن أعطيك الحل لهذه الفكرة، أنت عليك أن تفكر بها. لكن نعود، نحن الآن على الصفحة رقم 1. إذا قمت بالتالي سأصبح الصفحة رقم 2، التالي الصفحة رقم 3، ولاحظوا هنا أيضا التالي يقوم بالنقر على التالي، لكن هو فعليا لا يوجد تالي. برأيكم كيف يمكن أن نقوم بحل هذه المشكلة؟ ففعليا أنت يمكنك أن تقوم بحلها من 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 الباجينيشن نفسه. يعني إذا ذهبت إلى الكومبوننت الباجينيشن هكذا، سأعطيك عن الحل هنا. عندما تكون الكرنت بيج أكبر من، يعني عندما تكون الكرنت بيج أكبر أو يساوي من التوتال بيجز جيد، فالنكست بيج سنجعلها البيج نفسها التي هي آخر بيج. فسنكتب هنا أن النكست بيج ستكون هي عبارة البيج نمبر آخر عنصر من الأري. إذن البيج نمبر آخر عنصر من الأري يمكن أن نحصل عليه من الأري دوت لينث ماينس 1 بهذا الشكل، وغير ذلك فإجمع 1. فإذن لاحظوا عندما أنا أقوم بالنقر على التالي والتالي والتالي،
الشيء الذي سيحدث أن نعود للصفحة نعود للصفحة رقم واحد، وربما تفكر لماذا؟ لأننا قمنا بريفيرس للأراي، فالفكرة أن البيج نمبر لينث هي 3-1 2، وبالتالي هو سيذهب لآخر عنصر من عناصر الأراي الذي هو 1 لأن الأراي ريفيرس. فيمكن أن نقوم بالتالي أن نكتب إذا كانت البيج إذا كانت current page أكبر من total page أن تعيد لي أول عنصر من عناصر الأراي والذي هو آخر عنصر فعليا هكذا لأن الأراي بالريفرس. فإذا مرة أخرى إذا قمت أنا بالتالي جيد التالي والتالي لاحظوا سيبقى على الصفحة رقم 3. لماذا صفحة رقم 3؟ لأن فعليا لا يوجد يعني لا يوجد أبعد من هذا. أما بخصوص السابق فإذا السابق نريد أن نمنع السابق أن يذهب ل يعني أن يذهب يعني قبل الواحد، فقبل الواحد يعني فإذا هنا يمكن أن نقول كالتالي إذا كانت الكرنت بيج أصغر أو تساوي الواحد ففعليا نريد أن نعيد البريفيوس بيج تكون هي عبارة عن واحد، غير ذلك نريد بارس أند كذا. فإذا الآن يمكن أن نجرب هذا. إذا السابق لاحظوا السابق يبقى بواحد والتالي يعيد التالي هكذا. فالفكرة التي أردت أن تفهموها أنتم أو تفكروا بها أنتم شرحتها لكم. فإذا الآن موضوع الباجينيشن انتهى وتطبيقه سهل جدا، خصوصا أن التطبيق الذي قمنا به يعني أصبح كان فقط فرونت إند، نطبقنا الباجينيشن بالفرونت إند. التعب الحقيقي والعمل الحقيقي كان على جهة سترافي أنها قامت بالباجينيشن وهي قامت به بنفسها وقدمته لنا، فبالتالي نحن استخدمنا الباجينيشن الخاص بالسيرفر وقمنا بعرضه على الباك اند هنا. فنلاحظوا نحن نطلب من السيرفر كل بيج نريدها وبالتالي كل بيج هي عبارة عن طلب بالسيرفر. يعني لاحظوا إذا قمت أنا بالذهاب لصفحة رقم 1 سأجد هنالك طلب في السيرفر هنا موجود. لاحظوا ها هو الآن قمت بالطلب من جهة السيرفر لهذا الموضوع، واضح؟ فطبعا هذا هو الطلب ولكن الشاشة صغيرة وبالتالي لا يمكنكم أن تروا، لكن هو ها هو الصفحة الأولى والبيج سايز 4. يمكن أن أغير طبعا البيج سايز وأغير هذه المواضيع. فإذا هذا هو بخصوص الباجينيشن انتهينا. أتمنى أن هذا الدرس كان مفيد. على الأغلب الدرس القادم سيكون حول searching and filtering فلنرى كيف سيكون ذلك. فإذا أتمنى لكم رحلة تعلم موفقة ونلتقي لاحقا، مع السلامة.